السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج باس فايندر، البرنامج المتخصص لو في مثلا حريقة في أي حاجة، الناس عايزة نشوفها تخرج ازاي من المكان، فهو بيورينا التجربة دي تتعمل ازاي. على سبيل المثال مثلا اهوت دي الناس اللي موجودة، ممكن تقول له أنا عايز أشوفهم في كشكل طبيعي، وتقول له أنا عايز أبدأ أعمل السيموليشن بتاعي. طيب لو جيت هنا من الريزولت وقلت له عايز اشوفها في 3D، هيبدأ يوريهم لي في 3D اهوت بالشكل دوت. هقول له بلاي، ابدأ اشوف الحركة بتاعتهم، وممكن تشوفهم بجودة اعلى زي ما قلنا من فيو. وممكن تقول له انا عايز اشوف المسارات بتاع كل واحد فيهم. طيب ده على سبيل المثال. طيب ممكن نقول له لا، طب انا عايز اشوف الروم، الغرف هنا عدد الناس اللي كان فيها في اول 50 ثانية بقد ايه، اول 100 ثانية بقد ايه، 150. طبعا الناس بتهرب من الغرف، في بعض الغرف بيبقى الناس بتكتر، مثلا هو ده الغرفة دي عبارة عن ريسبشن اللي بيتجمع فيه الناس. ممكن نقول له مثلا طب انا عايز ليفل اهوت، طب عايز بس تشوف الغرفة دي اهيت. ممكن تشوف اكتر من غرفة وتبدأ تقارن بينهم. ممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا الدور فلو، فيبدأ يوريك النتيجة بتاعتك. ممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا سامري فايل، احنا لسه ما عملناش دي فعلا سامري فايل، فيبدأ يديني المعلومات لعدد الناس اللي موجودة، ومفروض هياخد قد ايه على ما الناس تخرج من الاماكن بتاعتها وهكذا.